نواصل المشوار حتى تحرير آخر ما تمكن من اليمن. شعب تفلت من أغلال قاهره حرا فأجفل منه الظلم والظلم. هكذا انتفض أحرار اليمن ورفعوا ستار الصمت والانكسار، شاهدين سيوفهم وفوهات بناتقهم صوب الإمامة وحكمها الجائر التي استعبدت اليمنيين وقللت من شأنهم، لتنتصر إرادة الشعب في 26 من سبتمبر عام 1962. كما تحرر الأبطال في ثورة 26 سبتمبر نعدهم أننا على دربهم ماضون، ولا يزال الأحرار باقون، وسنظل ندافع عن ثورتنا وعن شرعيتنا وعن كرامتنا وعن حريتنا وعقيدتنا حتى نلاقي الله سبحانه وتعالى، ونحن مقبلون غير مدبرون. يسلك الأبطال هنا في جبهات محافظة الجوف من الجيش والقبائل، ذلك الطريق الذي رسمه أحرار ثورة سبتمبر المجيدة، غير آبهين بما تحويه من مخاطر ومنعطفات، فيقينهم بقدسية أرضهم وثورة أجدادهم جعلهم يتزاحمون في هذه الصحراء الواسعة ليدافعوا عن المنجز العظيم المتمثل في الثورة والجمهورية. نحن اليوم نسلك ما سلك محمد محمود الزبيري ومن أمثاله، ونقول سنظل جيلا بعد جيل تواجه هذا المشروع الإمامي الكهنوتي الذي أراد أن يستعبد يمننا وأن يهين كرامة شعبنا، لكن نقول له لا والله، نحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا لعبادة السيد، لا لتقديس السيد، نحن لا نقدس أشخاص، جينا هنا نقدس ديننا ووطننا وتربتنا الذي تربينا فيها. تشرب هؤلاء الأبطال ثورة أجدادهم التي أشرقت شمسها على كل ربوع اليمن، ويذودون عنها بدمائهم وأرواحهم، ويقدمون تضحيات جسيمة لئلا يعود الوطن إلى النفق المظلم الذي عاشه اليمنيون قبل بزوغ فجر سبتمبر. نرسل رسالة للميليشيات الحوثية، نقول لهم والله إننا قادمون إليكم، ولن نترك اليمن لكم، وسنصفي اليمن من دنسكم أيها الإماميين، وسنطهر اليمن منكم كما صفاه أجدادنا الأولون، فنحن على خطاهم زائرون. على مدى 6 سنوات متتالية استطاع الأحرار من أبناء اليمن في الشمال والجنوب أن يقفوا شامخين في وجه مشروع الإمامة الجديد، وتشتعل نيران بنادقهم لاجتثاث الشجرة الكهنوتية الخبيثة وتجفيف منابعها. صالح مبقوت لقناة سهيل، محافظة الجوف.